تسديدة ثلاثية ريباوند يا شباب، ما لازم نعطي أبدا فرص ثانية للفريق الصيني. طابع عم تبرم والتسديدة الثلاثية عم تتسجل كمان. عم تتسجل 4-6 النتيجة كمان. أدامز عم يحاول بوصله إياها تحت السلة. ذكية التمريرة، ذكية التمريرة وما كان عم يسجل. تحت السلة باسكت إن، باسكت إن عم تكون للاعب الصيني. عبودو شالامو لاعب بطول مترين وثلاثة سنتيمتر، رح يكون كمان عنده رمية حرة إضافية. عم يسجل نقطه السابعة حاليا. وعلي حيدر على أرض الملعب بدلا من أمينو. أنا بحبه برتاح كتير، بس علي حيدر يكون على أرض الملعب بيعطي انتنسيتي، بحب يلعب الفيزيكال جيم. لازم نطلعهم للصينيه من الجيم اللي هن مرتاحين. اوبن شوتس تبعولهم. الفرقة عم ينزل لسبعة، بدنا هيدا، لازم نعملها ستوب. ما لازم نخليهم يسجلوا تسديدة ثلاثية عم يسجلها زين جيانغ. كثير أهين. لأنه لاحظ هون يعني هون كيف قدر استفاد منها اللاعب الصيني، وكان وائل عرقجي عم يقول الحكم إنه ووكينج، وأنا شفتها ووكينج صراحة. أنا شفتها ووكينج. في ووكينج كثير واضحة كانت على بلاتشي. بلاتشي. بلاتشي واضحة الووكينج. اللعيبة الكبار بيبقى عندهم تقلن على الحكام، يعني بيبقى صفايرته ما بتطلع بقوة عليه للعيب الكبير. حكوا عنده اثنين فري ثرو. بسجل المحاولة الأولى 11 نقطة برصيده. بعده الأفضل تسجيلا لهلا بالمباراة هو فادي الخطيب ملك آسيا. بسجل كمان الثانية 12 ريباوند لادامز. ادامز بيروح على السلة وهون كمان فرصة. داريس ادامز من جديد، كمان كيزو عم جرب يلعب من جديد على علي، بمرر ومرتين جديد. يملك فيجن عالية جدا. عم يلعب على على الفايف، عم بيجربوا يلعبوا على المس ماتش، يعني في فرق 15. اكيد نعتذر لردات صورة بعض الاحيان من المصدر. كمان ثلاث نقاط جديده والفارق عم يزيد لاثنين.